باتت خدمة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي متاحة الآن لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصار بوسعهم بمنتهى السهولة شحن مركباتهم الكهربائية من خلال أكثر من 300 محطة شحن تابعة للهيئة في أرجاء إمارة دبي. سجلوا الآن للاستفادة من خدمة الشاحن الأخضر وابدأوا بشحن مركباتكم الكهربائية من خلال أنواع مختلفة: شاحن الأماكن العامة، الشاحن الجداري، الشاحن السريع، أو الشاحن فائق السرعة. كل ما عليكم فعله هو تحديد موقع أقرب محطة للشاحن الأخضر إليكم عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقع الهيئة الإلكتروني. هذا هو الشاحن السريع. لبدء عملية الشحن، قم ببساطة بتمرير بطاقة الشاحن الأخضر على قارئ البطاقات أو امسح رمز الاستجابة السريعة QR code الموجود على محطة الشحن. اختر كابل الشحن المناسب، تيار مباشر أو تيار متردد، وقم بتوصيل الكابل في المكان المخصص له في مركبتك. يشير اللون الأخضر إلى جهوزية محطة الشحن، ويشير اللون الأزرق إلى بدء عملية الشحن، واللون الأحمر إلى وجود خلل في محطة الشحن. إذا ظهر لك اللون الأحمر، الرجاء الإبلاغ عن المشكلة عبر قنوات التواصل الرسمية مع هيئة كهرباء ومياه دبي. لإنهاء عملية الشحن، قم بتمرير بطاقة الشاحن الأخضر على قارئ البطاقات من جديد، أو قم بإنهاء دورة الشحن عبر تطبيق الهيئة الذكي. قم بفصل الكابل عن مركبتك وأعده إلى مكانه المخصص. بفضل وجود أكثر من 300 محطة شحن من محطات الشاحن الأخضر في كافة أنحاء دبي، وتوفر قنوات متعددة لدفع رسوم الشحن، أصبح اقتناء مركبة كهربائية أسهل من أي وقت مضى، وهذا من شأنه دعم التنقل الأخضر في المدينة. اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2022، سيتم حساب تكلفة شحن المركبات في محطات شحن المركبات الكهربائية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي على أساس 29 فلساً لكل كيلووات ساعة بالنسبة للمستخدمين المسجلين التجاريين وغير التجاريين. أما بالنسبة للمتعاملين الغير مسجلين، فبات بإمكانهم شحن مركباتهم الكهربائية باستخدام خدمة خاصية الزائر، وبإمكانهم أيضاً الاختيار من بين عدد من باقات الشحن المتاحة وفق نوع الشاحن ومدة الشحن. انضم إلينا في رحلتنا المستدامة نحو مستقبل أخضر.